من وجهة نظرك ايه سبب تراجع مستوى النادي الاهلي الشوط الثاني؟ هل بعد التغييرات اللي ادارها مستر كولر في الشوط الثاني ادت دافع للمدير الفني لفيوتشر ان هو ينزل بمهاجمين او يطمع في المباراة وممكن يحاول ان يغير طريقة الاداء مثلا جوه الملعب؟ لا يعني هو المدير الفني اللي فيوتشر ما عندوش غير كده، انا مغلوب 2-0 والوقت خلاص فاضل ربع ساعه او 10 دقائق، لازم يطلع كل هجومه بدليل ان هو لعب براسين حربه احمد عاطف ولعب عمر السعيد اثنين راسين حربه وكمان معاهم محمد محمود محمد محمود 10 يعني من تحتيهم، فتغييراته كان موفق فيها جدا ان هو لازم يكون في ضغط على النادي الاهلي من قدام بدليل ان هو كان سايب له المساحه في بدايه المباراه لغايه الدقيقه 70 او 80 ان هو يعمل بيلد اب من تحت ما فيش مشكله خالص. النادي الاهلي تراجع بسبب اولا التغييرات، وغير التغييرات اللعيبه استسهلت المباراه، حس ان المباراه خلصت، يعني حس هو ان عاشور المباراه خرج بسبب الإصابة، الاصابه، ويعتبر برضه حسين الشحات خرج تغيير حسين بسبب الشحات الاصابه، يعني تغييرتين اضطراريتين اللي هي مش اضطراري، بيرسي تاو وكهربا. انا كنت شايف كهربا كان متحرك اكتر، كهربا كان مؤثر اكتر، لكن هو كان بيدي مودة على اساس ان هو يدخل في اجواء المباريات ويخش في لياقه الماتشات، وحس ان المباراه خلصت، لكن اهو مولد جديد بالنسبه له. وخلي بالك احنا قلنا الاسبوع اللي فات لو تفتكر، هو مودست ده لعيب بوكس، ده لعيب بوكس بدليل لو خدت بالك بعد الجون اللي جابه بيقول لعلي معلول اعمل كروسات، هو بتاع ده، هو مش بتاع استلام تحت ضغط، مش بتاع يعمل ترن ويروح، لا ده بتاع تلعب على الكرات العرضيه كتير ليه بالنسبه له، يقطع العارضه القريبه، لكن اعتقد هو النهارده بيقدم ورق اعتماده كبدايه بطوله، وبيقول النهارده انا موجود، لكن ما نقدرش نقول ان مودست ده خلاص هو راس حربه النادي الاهلي. مع استمراره في النادي الاهلي ولا لا؟ انا من الاول قلت لا، مش دي امكانيات لعيبه النادي الاهلي، او مش امكانيات ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. النهارده كريم فؤاد احسب كل الكور اللي جات له كلها ضاعت ما عدا الهدف اللي جابه، كل الكور اللي جات له، يمكن اول مره النهارده طاهر محمد طاهر كان مؤثر على الجول، نزل شاط كذا شوطه، عمل صنع كذا فرصه، صنع لنفسه كذا فرصة، عمل فاول على ال 18 كان بيحاول، لكن كريم فؤاد النهارده نزل اكتر من 3 4 كور ورا بعض يضيعها سهلة جدا، ومش مضغوط عليك ومش مضغوط. عمرو السوليه لما نزل بيحاول، لكن عمرو طبعا بقاله فترة طويلة بعيد عن المباريات، فلسه احساس المباريات ما كانش موجود عنده، لكن اكتر حاجة النادي الاهلي وقع فيها هو ان استسهل الجيم، وحس ان الجيم خلاص بقى سهل بالنسبة له، وحس ان قدام الناس كلها انه خلاص هيحتفل بعد ال 90 دقيقة ويخلص المباراة، لكن هي دي كرة القدم، في لحظة بتقلب، وده اللي حصل لفريق فيوتشر، ولازم نحييهم بصراحة ان هم عملوا مباراة جيدة، مدرب انهم مدرب مدير فني كويس جدا، تكتيكيا بيشتغل بشكل كويس جدا، موقفهم على رجليهم بشكل كويس، في اكتر من لاعب مميز جدا في فيوتشر غناه، الولد اللي هو الباك ليفت جوناثان، جوناثان كويس قوي، خلي بالك ده كان بيلعب 2019 في منتخب الكاميرون اساسي، لعيب كويس قوي، لعيب كويس جدا طبعا، يعني جوناثان لعيب كويس، غنام لعيب كويس جدا، زعزع ده لعيب كويس جدا، الثلاثه دول هم الابرز، المفروض احمد طاهر برضو يكون عنده امكانيات كويسه، خلي بالك ما عندهمش ثلاث لعيبه مؤثرين جدا، كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد، وما عندوش احمد رفعت، وما عندوش ناصر منسي، الثلاثه دول برضو يقووه. مروان محسن النهارده ما حسيناش بيه كتير وهو كان موجود لما نزل عمر السعيد، ناصر ماهر مش ناصر منسي، ناصر ماهر، ناصر منسي بتاع الزمالك، فالثلاثه دول لعيبه مؤثره، يعني انا شايف فرق على فكره دراميدا لعيب كويس جدا برضو. يعني لما نزل وعبد الكبير الوادي، وعبد الكبير الوادي، عبد الكبير، هو فرقه بصراحه، محمد محمود لعيب كويس، محمد محمود ده عايز ماتشات وما يتصابش، لو ما اتصابش وعمل ماتشات هتلاقيه بصراحه، لانه عمل يعني من صليبي ورا بعض، ربنا يشفيه ويعافيه كويسه الحقيقه.